صباح الخير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. غادي نرافقكم من خلالها اليوم في موضوع تهمنا كاملين وكيهم وليداتنا، اللي هو طبعا عنده علاقة بالتعليم. وأنا سعيدة جدا بأننا في برنامج كيف الحال فتحنا المجال كذلك واحد الفئة اللي كنا مقصرين في حقها واحد الوقيته، اللي هما الأساتذة والمدرسين. بغيناهم هكذا يبداو يجيو عندنا يقتسموا معنا هالتجربة ديالهم هاد السنة هذه اللي تعيشوها بواحد الشكل اللي هو مختلف، والإكراهات اللي عندهم، ونسمعوهم حتى هما في العمل اليومي ديالهم شنو هما يعني التحديات اللي عندهم، شنو الرأي ديالهم في هادشي كله اللي كيهم يعني ابنائنا هكذا عامة. واليوم معايا الأستاذ محمد فالح. صباح الخير أستاذ، وشكرا على تلبية الدعوة. أنت أستاذ في التعليم الثانوي لكن كذلك مهتم بكل ما يخص ويهم التعليم ديال الوليدات هكذا عندك بشكل عام. علاش احنا الموضوع اللي بغينا نتكلموا عليه اليوم هو واحد الفكرة اللي رائجة وما عرفتش انت يعني من خلال الممارسه ديالك اليوميه واش لمستيها ولا لا، هي انه بزاف الناس تيقول لك لاحظوا، وخاصه الناس ديال التعليم تيقول لك لاحظوا واحد التدني في المستوى ديال الوليدات بسبب يعني الظروف اللي عشناها بسبب الجائحه، وبسبب هذا التعليم ديال التناوب، وبسبب التعلم الذاتي، وبسبب الانقطاع عن الدراسه واحد الفتره، وانهم بداو تيدرسوا من البيت. يعني كل هاد الوسائل اللي دارت باش تبقى العمليه التعليميه مستمره بزاف تيقول لك ما عطاتش النتائج اللي كنا كنتسناو. واش فعلا هذه المساله هذه المستوعبه؟ خصنا اولا نظروا لهاد المرحله هذه انطلاقا من جوج ديال المراحل الاساسيه. المرحله الاولى هي المرحله اللي جات فجاءه، حتى واحد ما كان معول عليها في انقطاع الدراسه وما كان استعداد، ربما حتى واحد العدد من الاساتذه ما كانش عندهم هذاك التكوين الكافي باش انهم يستقبلوا هذه المساله هذه ديال التعليم عن بعد. بالتالي وهذا الامر هذا ماشي غير مجال التعليم، كنعتقد بان في جميع المجالات وقع هذاك الانقطاع، بالتالي كل شيء عانى، حصلت لي واحد النوع من المعاناة تجاه التعامل مع هذه المرحلة. كان مجهود يعني على قدر المستطاع. تماما هذا الشيء اللي كاين. غير مسألة التعليم عن بعد هي ماشي مسألة جديدة، وإنما غير فرضاتها المرحلة الآن باش أنها تبرز وتبان في الواجهة. أما ملي كنمشيو نشوفوا شي تجارب ديال شي دول واحدة أخرى كنلقاو بأن تجربة التعليم عن بعد هي موجودة منذ طبيعة الحال بزاف، وكاين بزاف ديال الروابط. في البرنامج تكلمنا على الهوم سكولين شحال هذه، عامين هذه تقريبا ولا قبل ما نسمعوا بالجائحة، حنا كنتكلموا على كان كيتمارس منذ سنين. كنتكلموا على 2007 2008 في بعض الدول، وكنتكلموا حتى في المغرب، كنتكلموا في 2014 2015 كاينه هذه المساله هذه. وقد تسولي التلميذ غادي يقول لك فعلا راه كندير واحد الجزء في المدرسه وواحد الجزء اخر كنتواصل فيه مع الاستاذ باش يعطيك الدرس، شي ارشادات شي توجيهات، خاصه في ظل ان المؤسسات التعليميه ولات كتخدم بنظام المشروع، ما بقيناش كنخدموا مع التعليم غير باش نعطيه المحتوى ونعمرو بحال شي قفه وخصنا نعمرو. لا بالعكس، على ذلك هذه مساله كيغفلوا عليها الناس بزاف. حنا تنتكلموا عليها وحنا عارفين يعني هذا النظام ديال المشروع اللي تتكلم عليه من الاشياء الجديده اللي جا بها التعليم والميثاق الوطني للتربيه والتعليم تماما، واللي مفيده جدا جدا من الاباء والامهات ما واضحاش لهم الصوره. هذه المساله ديال اقحام الاباء والامهات خاص واحد الوعي جديد دابا في المنظومه التربويه، وماشي غير زعما في ظل جائحه كورونا، حتى قبل خاص واحد الوعي بان المساله العمليه التعليميه التعلميه فيها بزاف ديال الشركاء. حنا ما كنشكلوا الا واحد، يعني كنتكلم لك على اطر هيئه التدريس، واحد الحلقه ولا واحد الشريك من بين واحد المجموعه من الشركاء اللي خصهم يدخلوا في هذه العمليه التعليميه التعلميه، واللي المشروع والاساس ديالها هو التلميذ بالاساس. غنوضعوا التلميذ في صلب الاهتمام ديالنا، وكاين لها اطر هيئه التدريس، كاين جمعيات اباء واولياء امور التلاميذ، كاين الاسر في حد ذاتها، كاين بعض الشركاء اللي كيكون عندهم ارتباط بالمحيط مثل الشركات. ممكن مثلا انني مثلا استاذ ديال علوم حياه والارض يخرج دوك الوليدات يمشيو مثلا للمصنع ديال التدوير وتعرف على المحيط ويشوف كيفاش انه غيستثمر ديك المعرفه وديك القدرات وديك الكفايات اللي خدا في داخل القسم، كيفاش غادي يستثمرها مثلا هو امام عينه داخل واحد المصنع من المصانع. انا فاش كتكون ذاك الربط ما بين المدرسه وما بين المحيط ديالهم، انفتاح المدرسه على المحيط، وهذه من بين الامور اللي جا بها الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. هذا الامر هذا ما يمكنش اللي يحصل الا اذا خدمنا وفق مشروع. كل استاذ كيحط مع الاقسام ديالو وفق المستوى ديال التلاميذ، كيحط واحد المشروع مع التلاميذ ديالو وكيحاول انه يشتغل عليه. هذا المشروع هذا عاوتاني كيسري في مشروع اخر اللي هو المشروع ديال المؤسسه ككل، وهذا المشروع ديال المؤسسه اللي خصو يمشي حتى هو في واحد الاتجاه ويكون هذا الشيء كيصب في الشيء الاخر، ثم المشروع ديال المديريه الاقليميه ككل. هذا هو العمل بالمشروع، هذه الفكره. وهذه مساله واش بقات ممكنه في ظل الجائحه؟ بالعكس، دابا استدعت الضروره انها خصها ترجع تشتغلوا بها بالاساس، خصوصا في هذه السنه هذه اللي كنتكلموا على التعليم بالتناوب، لان التلميذ ولات الادوار ديالو في ظل التعليم الثانوي تزادت.
كان في الاول الاستاذ هو اللي هو الملقين، هو اللي خصو يعطي المعرفه، هو اللي خصو يحضر، هو اللي خصو يلقي واحد العرض، وكيكون التفاعل داخل دابا الامر تعكس. كنتكلموا هنا على بيداغوجيه جديده وعندها منظرين ديالها على راسهم مارسيل لوبران اللي كينظر في هذه المساله هذه بالاساس، كيتكلم على مساله الاقسام المعكوسه، يقول بان الادوار دي وهذا الشيء كنتكلموا تماما ما غاديش نتكلموا على على الاقسام المعكوسه غير دابا، وانما حتى هي راه كنتكلموا على 2007 2008 2015 صات المفاهيم ديالها الفكره ديالها ترصات. اذا باش نستدعيو حنا التعلم الذاتي خصنا نحطوا التلميذ في صلب واحد المشروع، باش نمشي للدار هذاك المشروع يكون كيسري معاه، عايش معاه دائما داخل في البيت، عايش معاه مع الزملاء ديالو ولا مع الاصدقاء ديالو في الشارع، عايش معاه في رفقه الاسره ديالو الا كان خد ديما يبقى عايش معاه، بالتالي غادي يعطيه هذيك القدره الدائمه على البحث بحث يقلب وفق ماذا؟ وفق هذاك المشروع، لاننا ما يمكنش نقولوا التعلم الذاتي وهكذا نخليو الامور مطلوقه ومفتوحه، بالعكس التعلم الذاتي راه بغرض الوصول لواحد الهدف معين وواحد النقطه معين اللي هي ذاك المشروع اللي الوغ هذا الشيء كله اللي تتقول هو مزيان يعني، وجا الوقت يعني جات هذه الجائحه باش يعني فرضات هذه كلها تطبق. علاش تنتكلموا على نقص وتدني في المستوى؟ شوف اي شيء جديد كيخلق ماشي غير في مجال التعليم، في كاع المجالات، اي شيء جديد كيكون عنده ذاك الرهبه ديال الجديد دائما. حنا عندنا هذيك الرهبه ديال الجديد. يعني انت كاستاذ ما كتلمش التدني في المستوى؟ لا بالعكس، على الرغم ما كاينش هذاك التدني. حيت مازال ما كايناش احصاءات، حنا كنتسناو نشوفوا لا هذاك التدني لا حتى التصريح الاخير ديال حتى الاحصاءات الاخيره ولا التصريح الاخير ديال وزير التعليم كيثبت بان التعليم بالتناوب كان عنده واحد كان عطى الاكل ديالو، غير مساله انه من نطمحوش اننا مع اول تجربه بغينا نطمحوا لواحد المستوى عالي بزاف او نوصلوا لواحد المرحله، حنا كنتكلموا على واحد المرحله البدايه عندها واحد الاهداف اللي هي مرسومه، هذيك الاهداف المرسومه كتكون اهداف ماشي كبيره لان اول تجربه هذه مرحليه شويه. دابا نشوف المساله الاساسيه لو وصلنا لها دابا اللي غنكونوا مرتاحين هو تقبل الاسره وتقبل التلميذ هذه الطريقه هذه هي اللي غتبقى دابا، يعني كما نقولوا غادي لا غنرجعوا للسيستم اللي تماما وفيها راه فيها خير كما كان الحال، يعني الواحد غير ما حل ان نظرنا لها على المدى الاستراتيجي عن التعليم عن التلميذ، التلميذ من بعد البكالوريا شنو نمط التعليم اللي غادي يبقى مرافقه ونمط التعليم الذاتي، لانه غادي خصو يدير بحث الاجازه بحث الماستر بحث الدكتوراه، هنا كاين استعداد اولي، هذا الاستعداد الاولي خصك تحطو فيه ويكون واضح وعنده الاهميه ديالو، وحتى الاسره خاصها توعى بان راه عندها واحد الدور مهم باش ان الوليد ديالها قدامها كيبان لها كيشتغل على واحد المشروع، حتى الاسره غادي تفرح وغادي تسعد. لاحظتي حنا في البرنامج كنهضروا بزاف على ليستري انتربرونيال، يعني الروح المقاولاتيه اللي كنحاولوا نزرعها في وليداتنا، هنا كنظن هذه من بوادر هذه الروح ديال المقاوله، اخذ البادره البحث على المعلومه، انه الانسان والمشروع فكره المشروع ملي كتبدا بمشاريع هكذا في القسم باش الانسان تكون عنده القدره على خلق مشاريع هكذا من بعد ويخلق بالتالي القيمه. تمام ياك الوغ هذا الموضوع هذا حنا غير بديناه دابا، اكيد الاباء والامهات اللي تابعونا عندهم بزاف ديال الاسئله، الوليدات يمكن الى تبعونا دابا غادي يكون عندهم اسئله، وسورتو اننا اليوم الاربع غتكون لهم الفرصه يهضروا معنا هذه العشيه. مرحبا على راس العين. فوالا دونك الا كانت شي فكره غادي نكملوها في الراديو ان شاء الله من جوج حتى لاربعه الا تفضلتي وتكرمتي وكنتي معنا باش نجاوب على كل هذه الاسئله وتزيدنا معلومات اخرى. دونك الاستاذ محمد فالح غادي يكون معايا في العشيه من جوج حتى لاربعه مشاهدينا، دونك وليداتكم حتى هما الى عندهم اسئله يتواصلوا معنا مباشره على امواج راديو دوزام. شكرا لكم والى اللقاء.